تمام، احنا بنتكلم النهارده هنكمل على بقيه، بس فاضل لنا حاجه بسيطه من المره اللي فاتت اللي هي الكونكشن بتاعه العمود الميزلين مع السكندري والمين بيم، ازاي نصمم المسامير ونطلع عددها وكده. هنلاقيها شبه اللي فاتت اللي هي اللي احنا كنا اتكلمنا عنها اللي هي البيم تو بيم كونكشن، بس الفرق طبعا هنشوف كل مسامير شايله ايه وايه هي الار ليست ما بين الحاجتين اللي هي ايه المسمار بيربطها. تمام، فاحنا الاسبوع اللي فات عرفنا ازاي نصمم اول حاجه البيمز، وعرفنا ان هي بنشيك عليها حاجة ثلاث حاجات، بيندنج وشير وديفليكشن، وكان في حاجه اسمها لاترال تورشن باكلينج، وكان ما ظهرش الكلام ده عندنا المره اللي فاتت علشان كان في عندنا بلاطه خرسانه ريستد فوق ميزنن فلور، فخلت ان الطول ال ال بي بتاعنا بزيرو، فعشان كده كنا بنشيك على طول نقول ان الام ريزيستنس بتاع القطاع كان، لو انتوا فاكرين، حاجه اسمها 5 زد اكس في اف فيلد، والزد اكس ديت قلنا مش ما عندناش حاجه في الجداول اسمها زد اكس، فهنشيل الزد اكس ديت ونعوض عنها ب 1.13 او 1.15 الاس اكس. وبعد كده اتكلمنا على الكونكشن دي وازاي نرسمها وايه ونطلع عدد المسامير سواء الجروب بتاع ان 1 وان 2، وعرفنا ان الـ سواء ان 1 او ان 2 ان في الاخر الفورس اللي عندنا اللي بتتنقل من الكاميرا السكندري للكاميرا المين هي الرياكشن اللي انت اوريدي هتكون حاسبه من حسابات اللودز بتاعتك، فبتطلع على اساسه بقى ان 1 وان 1 طبعا تقول الفورس على الار ليست، وقلنا ان الار ليست دي الاقل ما بين البيرنج والشير سترينث بتاعت البولت، عرفنا ان البولت هنا دبل شير، وعرفنا ان البيرنج هي الاقل من تخانه الويب بتاعت السكندري او التخانتين بتوعت الانجل بتوع الفريمنج انجل اللي هو لونها ازرق دي، لان احنا قلنا في انجل تانية في ظهرها لونها ازرق زيها احنا مش شايفينها. وقلنا بس نخلي بالنا ان اقل عدد هو مسمارين للجروب اللي هم بتوع ان 1. اما لما جينا اتكلمنا على ان 2 قلنا في ناس بتشتغل على نص الرسمه وفي ناس بتشتغل على الرسمه كامله، فلو هنشتغل على الرسمه كامله نخلي بالنا ان لو في كاميرا، قصدي يعني في يمين وكاميرا شمال، لما اجي اقول الفورس على الار ليست يبقى اخد اتنين رياكشن. ليه؟ لان الكاميرا المين ديت شايله سكندري مين منها وكاميرا من شمالها، فانا لما اجي اقول فورس على الار ليست عندي هنا، لا خلي بالي ان الفورس هي تبقى دبل الرياكشن بتاع كاميرا السكندري بيم. طيب لو انا اشتغلت على التوتال يبقى نخلي بالنا ان الار ليست ديت هتبقى ما بين حاجتين برضو، الحاجتين دول برضو بيرنج و الشير سترينث بتاعت البولت، البولت طبعا في الحاله ديت هيبقى دبل شير لان البولت دوت هيبقى معدي الناحيه الثانيه وفي انجل ثانيه وفي ويب، يبقى المسمار ده بيربط ثلاث حاجات مع بعضه، يبقى عندنا المسمار هنا دبل شير. يا اما المينيمم ما بين تخانه الويب بتاعت المين بقى المره دي او الدبل انجل بتوع الفريمنج انجل اللي احنا حاطينهم دول. فدي كانت النقطه، قلنا اللي هيشتغل على نص الرسمه هيبقى ضارب فوق في رياكشن واحد فيقسم على ان واحد، فتقريبا الاثنين هيطلعوا نفس عدد المسامير. اهم حاجه من ده كله ان العدد بتاع ان 2 ما ينفعش يقل عن 4. ليه عن 4؟ لان في مسمارين احنا شايفينهم في الرسمه بتاعتنا وفي مسمارين من الظهر اللي هم فين في الرسمه عندنا اللي هم دول يا باشمهندسين، ان 2 اللي هم ايه؟ لو احنا عملنا زوم كده اللي هم المسمارين دول والمسمارين اللي في الظهر الناحيه الثانيه، احنا في الرسمه 3 دي مش شايفين الا جنب واحد منهم، فنخلي بالنا ان ان 2 لازم الرقم يبقى ديفيزيبل باي 2، وايه ان اقل عدد عندنا كام؟ 4 مسامير. وقلنا بقى نرسم ال 3 فيوز بتاعتنا، اهم 2 فيوز هم دول، دول اللي بيوضحوا الكونكشن بتاعتنا، واخر واحد البلان دوت بنرسمه بنقطع في الويب ونرسمه فبيبقى اسهل واحد. بس اهم حاجتين بالنسبه لنا لما يطلبوا منك انك لازم تبقى راسم على الاقل الاثنين دول، وفي الامتحان الدكتور بيحدد، يعني هيقول لك يا اما بلان يا اما هيقول لك الليفيجن يا اما تو فيوز يا اما هيقول لك في الامتحان ارسم 3 فيوز، فساعتها تلتزم بالمطلوب. تمام ماشي، دي كانت اول كونكشن. الكونكشن دي كانت سهله، وكان يمكن الناس اللي ابتدت تحل في الشيت وبداتوا تعملوا سبميت وشفت السبميت بتاعتكم يمكن لسه ما صححتهاش، الجزئيه بتاعت السكندري بيم كان مطلوب سهل، ناقص بعد كده انك تبتدوا بقى تصمموا الكونكشن اللي ما بين الكلام ده. تمام، فهتبتدوا تصمموا المطلوب بقى رقم 5 و6 اللي هو بقى ناقصنا بس في الرسمه الثانيه دي. الرسمه الثانيه دي بقى ايه؟ ان احنا نصمم كونكشن مع العمود. ده ايه؟ ده العمود بقى اللي شايل الميزن، مش هو كده كان في البلان عندكم في الشيت كان رسم لكم مجموعه من السكندري بيمز بالشكل بالشكل ده. طبعا الرسم هنا على البي دي اف سخيف شويه، بس احنا ايه هنحاول يعني نرسم حته من الشيت، كان الشيت تقريبا بالشكل اللي انا فاكره كان نازل لكم كده.
ده، فكان في كونكشن مطلوبة تانية ان انت تصمم كونكشن مع واحد من الاعمدة دول. فانت لو جيت تتخيل الرسمة، هيبقى عندك كونكشن دي ايه الكاميرا ديت، الكاميرا دي كانت في الشيت عندك، دي اللي كانت المين بيم لان دي كانت شايلة مجموعة السكندري بيمز العمودية عليها، وديت كانت كاميرا سكندري بيم. فالدكتور ممكن يطلب منك الكونكشن دي، بيبقى العمود هو اللي موجود رابط الكلام ده بده، يعني عمود وداخل عليه مين بيم عن طريق الفلانج وسكندري بيم عن طريق الويب. طيب عشان نتخيلها، طبعا انتوا في الاول بس نبص عليها 3 دي، وبعد كده انت مش هتبقى محتاج تبص عليها لما تفهم الشكل، هتلاقي الشكل سهل جدا. ادي العمود اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ده العمود اللي شايل الدور بتاع الميزنين عموما، ودي كاميرا المين اللي هي الكاميرا الكبيره بتبقى داخله على الفلانج بتاعت العمود، اما الكاميرا الصغيره اللي هي السكندري بيم هتلاقيها داخله على الويب بتاع العمود. طب لو انا عايز اطلع مجموعه المسامير اللي انتوا شايفينها دي، تمام، احنا عندنا برضو هنقسمهم لاربع جروب. هنا احنا عندنا 1 2 3 4، فانا هاجي اسمي دول مثلا دول N1 اللي في الرجل التانية دول. طبعا احنا عارفين ان هم مش رجل واحدة، في واحدة تانية في الظهر احنا مش شايفينها، يعني المجموعتين دول هنسميهم N2، تمام. بعد كده نفس الكلام في الكاميرا السكندري، المجموعة اللي احنا شايفينها بعددهم اللي هم الثلاث مسامير دول N3، وN4 اللي احنا على طول بنختلف ان احنا بنبقى شايفين النص بتاعهم، وطبعا في نص في الظهر احنا مش شايفينه، الاثنين دول هنسميهم N4. طيب لو انا عايز اجيب كل عدد من دول عدد المسامير بتاعهم، هتلاقوا الموضوع مش صعب. اول حاجه زي ما احنا قلنا ان N1 لما نيجي نقول هي بتساوي ايه، هي بتساوي الفورس على الار ليست. طيب مين الفورس المره دي؟ دلوقتي انت تشوف على طول كده وانت بتصمم اي مجموعه مسامير، لازم تعرف هي شيء ماسكه اني كاميرا. احنا قلنا ان الكاميرا ديت هي كاميرا المين بيم، سيبكم من اي بي 400 دي، يعني انت شوف بقى الكاميرا دي بالنسبه لنا هي اللي اسمها المين بيم، والكاميرا التانية دي هنسميها السكندري بيم، تمام. طيب انا دلوقتي بصمم مين؟ انا بصمم المسامير اللي ماسكه كاميرا المين بيم. يبقى طبيعة لما اجي اقول لك الفورس، تيجي تقول لي الفورس دوت هو الرياكشن بتاع كاميرا المين بيم، يبقى انا مش هقعد بقى ادور على الرياكشن بتاع الكاميرا السكندري، لا ارجع لحسابات اللودز بتاعت اللي انتوا عملتوها بقى الاسبوع دوت. اكيد انت بتحسب اللودز، جبت الشير بتاع كاميرا المين بيم، هو دوت الفورس اللي هتعوض بيه هنا عندك. هتيجي تقول ان الفورس دي هي بنسميها او الشير بتاع المين بيم، او في ناس بنسميها الرياكشن بتاع المين بيم، هي لان احنا عندنا الرياكشن هو الشير في الكيس بتاعتنا دي، تمام. يبقى مجموعه ان واحد دي مسؤوله ان هي تنقل الرياكشن اللي هيتولد هنا في اخر الكاميرا للعمود بتاعنا دوت، يبقى ده ان 1. طيب الار ليست برضو زي احنا قلنا بقى الحاجتين اللي عندنا، يا اما الار بتاعت المسمار يا سنجل يا دبل، يا اما الار بيرنج. الار ديت طبعا احنا عندنا مجموعه ان مسامير واحد ديت زي ما احنا قلنا على طول، عشان تتخيل اقعد شوف كده في الرسمه دي، الرسمه دي المسمار ده بيربط ايه؟ بيربط انجل، في انجل تانيه في الظهر احنا مش شايفينها، وفي ويب ما بينهم، يعني بدل ما بيربط ثلاث حاجات يبقى الان عندنا هنا بي دبل شير، تمام. طيب البيرنج بتشوف التي مينيمم، مين الاقل ما بين الحاجتين اللي بتربطه، بيربط مين ده؟ بيربط الويب بتاع المين بيم مع الانجلز اللي عندك دي، يبقى هو يا اما تخنتين الانجلز اللي هي الفريمنج انجل دي، وغالبا هتلاقي في الشيت مفيش معلومات عن الفريمنج انجل، انت اعمل لها اسيوم، يعني انت ممكن تفترض ان كل الانجلز اللي عندنا دي سنجل انجل مثلا 80 في 8، علشان لما تيجي تاخد التخانه دي تبقى عارف ان التخانه هنا مثلا 8 مللي، تمام. وده التي ويب بتاع مين؟ بتاع المين جردر. يبقى هو اشوف مين بقى اللي يطلع اقل علشان في الاخر اطلع عدد المسامير. اقل عدد مسامير للجروب N1 اكيد انتوا عرفتوا بقى دي خلاص، بدل هي باينه بالعدد بتاعها، يبقى اقل عدد مسمارين، يعني لو طلع اربعه هتيجي ترسمهم اربعه زي ما مرسوم عندنا في الرسمه دي، لو طلعوا ثلاثه هتيجي ترسم واحد اتنين ثلاثه وتشيل المسمار الزياده ده، فعلى حسب ايه الفورسز عندك. طيب مجموعه مسامير N2 بقى، N2 هي تكمله ل N1، يعني هي هتاخد الرياكشن ده تنقله ل N2، يعني مسامير واحد ديت هتنقل الفورس ديت ل N2، فهي نفس الفورس اللي انت اشتغلت بيها عند فوق، هي هتيجي تعوض عنها زي ما هي عند N2، لان هم بينقلوا لبعض الفورس، يعني هو لو فكرت كده هتقول ان الكاميرا دي هتنقل الفورس بتاعتها للمسمار ده، المسمار دوت هينقله للانجل، الانجل دي هتنقله للمسامير التانية، والمسامير التانية هتقوم نقلها للقطاع اللي هو الكولوم اللي عندنا، تمام. طيب على مين؟ على الار ليست. طيب تعالوا كده نشوف بقى الار ليست بتاعت مجموعه N2 هل هتطلع زيها ولا لا. اول حاجه هي برضو ما بين البيرنج او الشير سترينث بتاعت المسامير او البيرنج عندنا. طيب المسمار ده دلوقتي لو انتوا باصين عليه اهو، تعالوا كده نطلعه بره اهو، المسمار بيعمل ايه؟ بيربط انجل
بتخانة الفلانج بتاعت العمود، يبقى هو بيربط حاجتين مع بعض. يبقى نخلي بالنا هنا ان عدد مستويات الكسر المفروض بكام؟ ب1. تمام، دي اول حاجه تخلي بالكم منها. انت بص على الرسمه، طبعا انت مش هتبقى معاك الرسمه دي في بعد كده في الامتحان، بس انت خلاص ايه هتكون ثبتت في دماغك من كتر ما انت شفتها النهارده، وانت بتحل هتبص عليها تاني وانت بترسم اوريدي هترسمها، فخلاص هتلاقي الحاجات دي بعد كده ثبتت في دماغك. تمام، طيب البيرنج بقى هيبقى التي مينيمم ما بين حاجتين، برضو الحاجتين باينين بعينين اهو، اللي هو ايه تخانه الانجل اللي هي اللي بتربط مع تخانه مين بقى دلوقتي الفلانج، اهي دي فلانج، دي الفلانج بتاعت العمود بتاعت مين بقى، تكتب جنبها كده الكولوم علشان انت عندك تخانات كتيره فلازم تبقى عارف تطلع الابعاد بتاعتها. طبعا هناخد طبعا الاقل ونطلع عدد المسامير. نخلي بالنا ان عدد المسامير اللي هيطلع هنا ده لو طلع مثلا 8، هل هنيجي نرسمهم 8 هنا؟ لا، احنا قلنا الجروب ان 2 دول في جروب تاني احنا مش شايفينه في الناحيه التانيه في ظهر القطاع بتاعنا ده، يبقى احنا نخلي بالنا ان الرقم اللي هيطلع دوت هنقسمه على الاثنين، كل انجل هتشيل نص العدد ده. يعني مثلا على الرسمه بتاعتنا دول، فاحنا هنفترض ان هم طلعوا مثلا 7 مسامير، طبعا ما ينفعش يبقى 7، لازم يبقى ديفيزبل باي 2، فهنقربه ل 8 ونقول كل انجل تشيل 4 مسامير ونرسم زي ما هو عامل كده 1 2 3 4. طب فين التانيين؟ لا التانيين في الظهر احنا ايه مش شايفينهم. تمام، فزي ما عملنا كده في الجروب بتاع بيم تو بيم كونكشن. طيب يبقى احنا كده هنصمم ان 1 وان 2، طيب مين اللي ناقص بعد كده؟ ان 3 وان 4. طب ان 3 وان 4 صراحه هم شبه اللي فاتوا، يعني حتى لو جينا كتبناهم هنا كده اهو جروب مسامير ان 3، ان 3 ده رابط كمره السكندري بيم، يبقى لما اجي اقول لك الفورس يبقى خلاص عرفت ان الفورس دي في الحاله دي لما نعوض عنها هتبقى الرياكشن المره دي بتاع مين؟ السكندري بيم، لان هو رابط السكندري بيم. يبقى هنا نخلي بالنا مين المين ومين السكندري عشان وانا بجيب عدد المسامير اجيبها صح. تمام، على مين؟ على الار ليست نفس الكلام. الار ليست هنا ما بين حاجتين، يا اما دبل شير يا اما التي مينيمم اللي هي البيرنج يا اما الشير سترينث. عندنا هنا لو بنتكلم على البولت المسمار دوت باين بالعين ان هو بيربط بانجل، وفي انجل ثانيه احنا مش شايفينها في الدار والمسمار بيربط كل الكلام ده، فمستويات الكسر عندنا هنا هتبقى باتنين. الار بيرنج هتبقى ما بين حاجتين، التي مينيمم ما بين حاجتين، التي مينيمم ديت هتبقى ما بين تخانتين الانجل اللي هم بتوع الفريمنج انجل والويب بتاع المره دي مين بقى؟ بتاع السكندري بيم. تمام؟ انت طبعا اي غلطه من دول هتبوظ لك على المسامير، فانت لازم تعملها زي ما انا بكتبها كده، او يبقى عندك سكتش او حاجه توضح فيها ايه اللي بيربط ببعض، علشان او في ناس بتعمل طريقه ثانيه كويسه جدا. يجي يكتب على ان 3 ديت يكتب فوق كده كونكتنج بتربط مين بمين؟ بتربط السكندري بيم، او حتى بيحدد يقول الويب بتاع السكندري بيم ويز الفريمنج انجل. ويز الفريمنج انجل اللي هي مثلا احنا هنفترضها انجل 80 في 8. يبقى هو بياخد التي مينيمم هيبص على الحاجتين، هو بيربط ايه؟ ويب مع ده، يبقى انا هاخد تخانه الويب مع تخانه الانجل وهكذا. دي ممكن تساعدك اكتر في التخيل او تعرف ازاي تعمل المينيمم ما بين ايه وايه. طيب مجموعه مسامير ان 4 دي اللي بيبقى فيها خلاف، لان زي ما احنا اتفقنا ان المجموعه الثانيه ديت على طول هي اللي بتتقسم 2. طيب لو احنا جينا بصينا عليها، في واحد هيجي يقول لي يا باشمهندس خلي بالك ده في كاميرا ثانيه في الظهر، يعني المسمار ده معدي وهيربط في انجل ثانيه جايه ايه من الظهر. يبقى هتيجي لو انت خدت بالك من النقطه دي تخلي بالك ان انت مش هتشتغل بفورس واحده، تشتغل في ايه في الكيس دي؟ تشتغل باتنين الفورسز. طب احنا مش عايزين نعملها ليه؟ لان مثلا مساله الشيت لو انت بصيت عليها هتلاقي في كاميرا واحده جايه على العمود، يبقى انت كده هتخلي بالك ما تضربش في اتنين. ليه؟ لان انت ما عندكش الا كاميرا واحده رايحه على العمود، فاحنا هنشتغل على الكيس اللي هي الاكثر شائعه، ان احنا عندنا كاميرا واحده والكاميرا الثانيه ديت احنا مش خايفين منها، لان احنا لو عملناها اتنين هنقسم تحت على اتنين فطيرت الاتنين مع الاتنين، فعلى طول اشتغلوا على نص الشكل، انا شايف ده احسن ليكم علشان ما تتلخبطوش ما تعملوش حاجه غلط في الامتحان. يبقى انا هاجي اخد نفس الفورس اللي انا عوضت بيها فوق دي، ده السمر يعني اللي عايز اوصل له، تقسمه على الار ليست. طيب الار ليست ده ما بين ايه وايه؟ ما بين الحاجتين اللي بيربطهم المسمار اللي هو يا اما البيرنج قصدي معلش، يا اما الار بتاعت البولت. طبعا الار بتاعت البولت انت تخيل بقى خلاص ما فيش كاميرا في الظهر دي، يعني المسمار ده بيربط دي بالعمود بس، يبقى مين؟ الانجل بالعمود، يبقى التخانه عندنا بيربط حاجتين، يبقى عدد مستويات الكسر عندنا هنا المره دي ب1. التي مينيمم ما بين حاجتين برضو، ما بين مين بقى المره دي؟ ما بين الانجل برضو، كده كده لازم تلاقي الانجل الاساسيه في كل المينيمم بتاعنا. اما ايه الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه هي اللي بتبقى الجديده عندنا، بيربط في مين بقى المره دي؟ اللي جوه ده اسمه ايه؟ ده اسمه الويب بتاع الكولوم.
تمام. يبقى انت ايه تعرف دلوقتي تطلع عدد المسامير. طبعا نخلي بالنا ان احنا قلنا ان 4 ده، ان 4 دوت بنعمل القسمه على 2، لان هو في حبه مش شايفينهم وحبه شايفينهم زي ما احنا اتفقنا قبل كده. يعني لو طلع 5 مسامير لازم تقربوا الرقم 6 علشان تعرف تعمله ديفيزبل باي 2، يعني عشان تعرف ترسمهم زي ما هم مرسومين هنا 3 يمين و3 شمال. تمام. بعد ما طبعا تصمم الكونكشن دي، التصميم ده مش هياخد منك وقت، المفروض هو اللي بياخد منك وقت الرسمه اللي انت شايفها قدامنا دي. ايه الرسمه ديت؟ بنرسم 3 فيوز برضو، اليفيجن، سايد، وبلان. اهم فيو عندنا هنا بيوضح كل الكونكشن هو الاليفيجن بقى، يمكن ده اللي هتلاقي واضح فيه كل الكونكشن، فده لازم اكتر واحد تكون بتعرف ترسمه عندنا. طب اكتر حاجه بتغلطوا فيها وانت بترسمه، طبعا مش هقول لكم سهل ترسم العمود ده، احنا رسمناه قبل كده في الكونكشن بتاعت التراسز والناس عرفت ترسمه، فده العمود هيبقى جيفن ابعاده عشان تعرف تشتغل بيه. السكندري بيم انت اوريدي عارف دي المين بيم اللي انت عندك، فانت شوف بقى طلعت معاك كام وترسم ال4 خطوط لان انت هتشوفها بالسايد فيو بتاعها. اهم حاجه لما تيجي بقى ترسم كاميرا السكندري اللي داخله جوه العمود، لازم الخط بتاع التوب بتاع المين هو هو التوب بتاع السكن. شايف لو انا مديت خط الاقي ان الاثنين على نفس الليفل بتاعنا ده. وبعد كده ارسم ايه كاميرا السكندري ديت بالكروس سيكشن بتاعها هنا مثلا طلع 300، وبقى دي المسامير اللي انت هتطلعها من الديزاين، سواء بقى مين بقى دول اللي احنا جينا سمينا ده، دول ان 1 اللي باينين خطوط دول شايفينهم، دول مجموعه مسامير ان 2، ان 3 اللي هم باينين خطوط هنا اهو، وان 4 اللي هم التو جروبس اللي هو يمين وشمال الفلانج عند الشمال يمين وشمال الويب بتاع السكن. وطبعا سهل بقى عيب يعني ان احنا نقول ان احنا مش هنعرف نستنتج المسقط ده، ده السايد فيو، فانت اقطع وبص كده. لما تقطع وتبص كده هتشوف مين بقى، هتلاقي كاميرا الاي بي 400 باينه بالكروس سيكشن، والعمود هو اللي في ظهرها اللي هو ال4 خطوط في الاتجاه التاني. طبعا ده عرض مين ده؟ العرض ده اللي هو المفروض البي فلانج اللي هو بتاع كاميرا الاي بي 400. هتيجي تقول لي يا باشمهندس بس فين السكندري؟ مش المفروض السكندري كده داخله على العمود؟ ساعات ما بنرسمهاش علشان يعني مش هتبان، يعني انت طبعا عشان تبين الكونكشن بتاعها فانت هتخش هنا هي ورا الكلام ده، فالموضوع هيبقى صعب جدا. فانت اقصى حاجه ممكن ترسم ال4 خطوط بتاعتها دي وتكتب عليها كده ايه اي بي 300 وتعمل خط قطع وخلاص على كده. طيب عشان كده قلت لك ان الاليفيجن هو اهم مسقط لان هو هيبين كل الكلام ده، السايد مش هنقدر نشوف الكونكشن بتاعت السكندري. طيب البلان، البلان اسهل واحد، اقطع برده في الويب، تعالى كده اقطع في الويب وارسم الفيو بتاعك. هتشوف العمود بقى المره دي بالكروس سيكشن بتاعه اللي هو الاي بي 400، هتبتدي تشوف السكندري بيم وهتشوف المين بيم، بس بقى العرض بتاعهم ده البي فلانج بتاعت ال 400، ودي البي فلانج بتاعت ال 300، ودي الانجلز المربطه، الانجلين هم اللي احنا بنتكلم عنهم رابطين الكلام ده، وادي الانجلين اللي رابطين كل كاميرا سكندري بيم عندنا. فطبعا الرسم بتاعها يعني هو طبعا مشكلته ان هو بيبقى بسكيلز 1 ل 10 والابعاد صغيره، فطبعا والحته بتاعت التسويد والهاتش ديت بتبقى غلسه جدا، فطبعا انت لازم تدرب نفسك ايه عليها، لان هي غالبا بتيجي من الحاجات اللي بتيجي في الامتحان وبس، بتبقى سهله يعني مش مستدعيه تنقص. يمكن دي اسهل شويه من تقفيله الجاسد بليت اللي احنا كنا بنقعد نتكلم عنه واشتراطاته. هنا ما فيش تقفيل جاسد بليت ولا حاجه، انت بتربط بيم في بيم في كولوم، فالموضوع هنا مش محتاج تخيل زي التانيه بقى وستار شيب ودوتد لاين وسوليد لاين. فانا شايف لو احنا قارنا ديت مع البيمز او مع الكونكشنز اللي احنا قلناها قبل كده، انا شايف ان الرسم دي اسهل بكتير من اللي احنا شرحناه قبل كده. فمن الحاجات برضو اللي انت لازم ايه تعود نفسك عليها في الرسم. تمام. يبقى ده كده كانت حاجه ناقصانا، بحيث ان احنا دلوقتي كده نقدر نحل السؤال الاولاني اللي هو في اساينمنت الجديد اللي نزل لنا، ما اعرفش هو رقم 3 بقى ولا رقم 4، يعني مش فاكر رقمه، يعني اللي هو بتاع البيرلينز والبيمز يعني. تمام. طيب ايه اللي هنعمله بقيه السكشن؟ بقيه السكشن هناخد بقى الجزئيه الثانيه، لو احنا عندنا حاجه اسمها لاترال تورشن باكلينج. تمام. دي طبعا رسومات تساعدك على التخيل. يمكن الوصله ديت اللي انت بتشوف فيها البليد ده ديت دي لما تكون الكاميرا عندنا كونتينيوس، يعني كان انا بصيت في السلايدز بتاعت الدكتور ما لقيتش فيها الكيس ديت، حتى المساله بتاعت الشيت مطلوبه منكم سيمبل كونكشن، وانا هتاكد برضو من الدكتور ان هل انتوا عليكم الكيس بتاعت الكونتينيوس ولا لا، عشان لو كده ممكن نقولها مثلا في السكشن بتاع المره الجايه، بس غالبا بدل ما شفتهاش في المحاضره ولا هي مطلوبه في الشيت، فممكن يكون الدكتور هيشيلها من عليكم السمستر ده. انا هرجع للدكتور في النقطه ديت وابلغكم بيها المره الجايه ان شاء الله، او ممكن حتى برضو ان بكره في المحاضره ممكن تسالوا الدكتور هل عليكم الكيس بتاعت الكونتينيوس بيم ولا لا، لو هو قال لكم اه تبقوا عارفين عشان تبلغوني، لو قال لكم لا يبقى كويس، يبقى هو خفف لي الكيس بتاعت ديت اللي هو البليت اللي انتم شايفينه ده.
طبعا دي بيبقى فيها ديزاين مختلف شويه، بس ديزاين بسيط خالص، ممكن يكون الدكتور شايف ان هو مش مهم قوي فما شرحوش او مش عليكوا الكيس ديت الترم ده. فانا يا اما هتاكد، انا هتاكد كده كده، وبرده ممكن بكره في المحاضره وانتم مع الدكتور تسالوه في النقطه ديت، تتاكدوا من الموضوع ده. ماشي؟ طيب احنا عايزين نكمل بقيه السكشن بتاعنا، الموضوع الاهم، والموضوع الاهم دوت طب ما يكلش اهميه عن الديزاين بتاعت البيمز اللي شرحناها الاسبوع اللي فات. ايه هي بقى؟ اللي هي اللاترال انسبورتد بيمز. تمام؟ اللاترال انسبورتد بيمز ايه هي الكلمه ديت؟ يمكن انا قلت لكم الاسبوع اللي فات، وحتى لما مش عارف مفتوح اهي، كنت اول ما شرحت لكم السكشن قلت لكم اول اسم كده، احنا خلي بالكم اللي احنا بنشرحه الاسبوع اللي فات ده مكتوب ان هي لاترال سبورتد. لا، انتوا هتلاقوا بقى بتاع النهارده مكتوب ان سبورتد. ايه الفرق؟ قلنا احنا بيهمنا على طول المشكله كلها في الستيل، يعني تيجي تقول لي ايه مشكله الستيل وايه هو اللي عامل لنا كوارث وايه اللي مكبر الديزاين علينا، هو الباكلينج. طيب الباكلينج ده بيظهر امتى؟ لما يكون القطاع بتاعي عليه كومبريشن. طب هتيجي تقول لي يا باشمهندس ده قمر عليها مومنت، طب ايه اللي ولد عليها الكومبريشن دلوقتي وهي عليها مومنت؟ هاجي اقول لك ما انت خلي بالك، انت لو تخيلتها شويه، الكاميرا ديت هي اي سيكشن مثلا اللي احنا صممناها دي، بيبقى المومنت دوت عباره عن ايه؟ كومبوننت تنشن وكومبوننت كومبريشن، يعني هو في الاخر كابل اوف فورس عملوا المومنت بتاعك ده، يبقى المومنت ده في الاخر اكنه كده اهو، اكنه ايه؟ مومنت كده. لو رسمناه 3 دي ودي الكاميرا بتاعتنا اهي بالشكل ده، هنلاقي ان في حاجه بتتضغط وحاجه بتتشد، اللي تحت مثلا هنا عندنا هو اللي بيتشد، واللي فوق دوت عندنا هو الكومبريشن. طب انا خايف من مين؟ هل اخاف من النص التحتاني؟ لا، اخاف من النص الفوقاني بتاع القطاع ده اللي هو ايه؟ اللي عليه الكومبريشن ستريس. فالنقطه ديت كريتيكال جدا، وللاسف بتعمل لنا حاجه اسمها لاترال تورشن باكلينج لو هي مش ممسوكه. يعني ايه مش ممسوكه؟ يعني الكومبريشن دوت على طول اول ما يبقى عندك كومبريشن بتخاف يحصل باكلينج. فانت لو مسكت ان القطاع دوت ان هو يبتدي ان هو يحصل له حريه ويتحرك ويحصل له باكلينج، يبقى انت كده منعت اللاترال تورشن باكلينج. لا، لو انت بقى مش قادر تمسكه، او نتيجه الكيسز بتاعتك او نتيجه الكونستراكشن او الشكل اللي انت بتعمله صعب تحط حاجه، فللاسف هيحصل حاجه عندك اسمها لاترال تورشن باكلينج، فديت اللي هتخلي لك القطاع بتاعك ممكن يطلع انسيف. طيب يبقى انت اول حاجه اصلا في مساله البيم في الامتحان الدكتور مش هيقول لك هي لاترال بريزد ولا ان بريزد او ان سبورتد ولا سبورتد، انت اللي المفروض تبص على الرسمه وتحدد هي صح هي سبورتد ولا ان سبورتد. طب قلنا ازاي نعمل الكلام ده؟ احنا عندنا شوف على طول كده الكومبريشن فلانج بتاعتك هي اللي فوق ولا اللي تحت؟ لو طلعت اللي فوق شوف مين اللي مع الكومبريشن فلانج. طبعا احنا عندنا في الاسبوع اللي فات لما شرحنا ان هي في ميزنين، يعني ايه ميزنين؟ او في ار سي سلاب وكورجيتد شيل، يعني فوق الفلانجه دي الراجل هيجي يحط هنا بلاطه خرسانه ويبتدي يصبها ومتسلحه وكل حاجه. فطبعا ان الفلانجه دي تتحرك براحتها فصعبه، فعشان كده كنا بنقول ان هي لاترالي سبورتد، فنقدر نقول ان مفيش لاترال تورشن باكلينج، فالالاوبل بتاعنا على طول اللي هو ام بلاستيك او بنسميه الام ار بيساوي 5 ام بلاستيك، والام بلاستيك ده اللي احنا عوضنا عنه بزد اكس في الاف فيلد. لا، احنا عايزين بقى نشوف، افرض انا ما عنديش بلاطه خرسانه وعندي هيحصل الطول اللي هو هيحصل فيه باكلينج ده، ايه اللي هيحصل بقى؟ الكود المصري قال لك بدل هيظهر باكلينج هنديك تشارت كده. التشارت ديت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن 3 زون بالشكل ده. ممكن انت شفتها في المحاضره والدكتور وراكوا حتى تشارتس ليها مرسومه، وقال لك في حاجه ده الطول اللي اسمه ال بي، ده الطول اللي هو هيحصل فيه الباكلينج. وهنا ده الام نومينال، يعني الام نومينال هنا بقى مش حاجه ثابته، مش هو 5 زد اكس في اف فيلد، لا، على حسب انت هتقع في انهي ريجن من دول، ودي ريجن رقم 1 ودي ريجن رقم 2 ودي ريجن رقم 3. اول ريجن دي سميناها البلاستيك، تاني واحده اسمها الالاستيك، واخر واحده الان الاستيك. تمام؟ طيب على اساس ايه؟ قال لك انت هتحسب لكل شكل عندنا حاجه اسمها بارامتر اسمه ال بلاستيك وال اللي هو بتاع السلندر سيكشن بتاعنا. لو انت وقعت ما بين الزيرو، رقم الزيرو والال بي، يبقى انت كده الالاوبل بتاعك هنا هيبقى هو الزد اكس في اف فيلد اللي احنا عارفينه. يعني انت لو وقعت في الزون الاولانيه دوت، يبقى انت كده مش هتخاف من اللاترال تورشن باكلينج، والقطاع بتاعك يقدر يعمل ريزيست للطول ده، والالاوبل بتاعك هيفضل زي الكاميرا اللي احنا صممناها الاسبوع اللي فات. طيب لو انت بقى الطول بتاعك زاد عن ال بلاستيك ووقع ما بين ده، هتلاقي في معادله كده هوريها لكم،
كلها سهله، تعويضها سهل وما فيهاش اي مشكله. طيب لو انت وقعت في المعادله الثانيه الثالثه، لا هيبقى ليها معادله مختلفه خالص عن الثانيه. يبقى الفكره كلها انا دلوقتي هنعمل زي الاسبوع اللي فات، عادي هنجيب شويس اوف سيكشن مفيش اي مشكله، هنيجي نخش في التشيك بتاع الشير زي ما هو، الديفليكشن زي ما هو. مين اللي هيتغير الوحيد؟ اللي هيتغير التشيك بتاع البندنج ستريس. كنت انت بتيجي كده تعمل تقول تشيك بندنج ستريس، ده التشيك اللي هو هيتغير من الاسبوع ده للاسبوع اللي فات. طيب اول ما تخش البندنج ستريس انت بقى، او اسال نفسك هل في طول هيحصل فيه لاترال تورشن باكلينج؟ لو طلع بزيرو هتعمل زي الاسبوع اللي فات، هتيجي تقول مين ان الالاول بتاعك الام ار بيساوي 5 ام بلاستيك، وتوقف المساله وتعمل زي ما عملنا الاسبوع اللي فات. طيب لا طلع للاسف لما انا جيت بصيت على الكومبريشن فلانج بتاعتي لقيت مفيش طول، في طول هيظهر فيه لاترال تورشن باكلينج وهيبقى فيه الكلام ده، يبقى انت هتضطر تيجي تقول ايه، لا مش بزيرو، لا هتشوف الفاليو بتاعته، هل هو 300 سنتي، هل هو 400 سنتي، 500 سنتي، على حسب بقى الكونفيجريشن بتاعت الدكتور هيبقى مدالك في المساله. وبعد كده تحسب مين، هتحسب مين بقى عندك ال ال بلاستيك ده وال ال ار، يعني انت بقى تاني خطوه هتقوم حاسب ال ال بي بتاعك بكام وال ال ار. دول حساباتهم سهله، مش هتلاقوا معادلات كده وهنوريكم ازاي نعوض فيهم. طيب بعد كده انت هتشوف بقى ال ال بلاستيك مثلا طلع معاك ده ب 200 وال ال ار ده طلع معاك مثلا ب 800، طيب انت ال ال بتاعتك بكام؟ ب 300، يبقى انت وقعت في انهي زون؟ الزون اللي هي ما بين ال ال بي وال ال ار، يبقى انت هتخش في الزون رقم 2 تشوف المعادله بتاعتها اللي هي اسمها ايه الام نومينال بتاعتنا دي، تقوم واخدها بره هنا كده، تقوم حاسبها بره وتضرب المعادله ديت في فاي، يبقى دوت الام ار اللي انت هتقارن بيها بقى الايه الام التيميت اللي انت عندك على المساله. لازم طبعا الام التيميت يطلع اصغر من الام ار عشان تقدر تقول ان القطاع بتاعك ده سيف ولا انسيف. يبقى هي الفكره كلها ان احنا عندنا خطوه التشيك بيندنج ستريس هتختلف عن الاسبوع اللي فات، مش هنقدر نقول ان هي فاي في زد اكس في اف في، لا هيبقى في شويه حسابات كده، الحسابات دي كلها بتتوقف على ايه؟ ان انا اعرف ان انا في انهي زون من الثلاثه زون ده. يبقى احنا النهارده لو عرفنا ازاي نحسب الطول اللي هو اللي اسمه ال ال بي ده، وعرفنا نطبق في المعادلات، فالموضوع هيبقى ايه؟ اسهل بكتير، ما فيهوش اي مشكله. طيب تعالوا كده نشوف مساله محلوله بالارقام، هي اكتر حاجه توضح لنا الكلام ده. دي مساله حتى هتلاقوا مسألة شبه مسألة الشيت المطلوبة منكم، يعني رقم 2 يعني. دي عبارة عن إيه؟ عارفين أنتوا لما بتروحوا محطات مترو أو بتشوفوا محطة أسمنت، أكيد رحتوا زيارة أو أنتوا ماشيين كده بتلقطوا الكلام ده على الطريق، أو أي حاجة أو أي مشروع بيتعمل في منطقة صحراء شوية وهو مش عارف يعمل، بيبقى عايز يعمل خلاط جنبه بحيث إن هو مش كل مش عايز يطلب أسمنت يروح يجيبها من شركة بعيدة جدا، لا هو بيعمل زي إيه؟ محطة مؤقتة جنبه. فبيجي يعمل ايه؟ بيقوم عامل أربع أعمدة في السايد كده، حتى ممكن نرسمها 3 دي أهي، أربع أعمدة، والأربع أعمدة دول متربطين بمين بيمز بالشكل ده. طيب بعد كده، بعد كده بيجيب بقى السايلو، أنتوا عارفين السايلو دوت اللي هو بيخزنوا فيه الرمل والأسمنت والرمل والمواد اللي هو بتاعت الخلطة الخرسانية بتاعتنا. بيبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاجة كده شبه السلندر، يعني بيبقى منشأ طويل كده بتشوفه، حتى ده انت ممكن تشوفه من ورا السور وهم شغالين، تلاقي هو عباره عن زي سلندر كده ايه وطالع فوق وبيتملي بيخزنوا فيه الاسمنت او الرمل او الايه الماده اللي هم عايزين. طبعا الكلام دوت كله عايز بعد كده تحت بيبقى فيه العربيه بتيجي بتقف بقى هي الخلاطه، ويجمع بيبقى فيه تحت هنا زي سايلو كده او قمع كده، يعني زي بيفتحوا منه ماسوره ويبتدي ينزل في العربيه اللي هتيجي تقف تحت هنا ايه تملاها الاسمنت ويملاها الكلام ده. فطبعا الحاجه ديت هتعمل لنا مشكله، اولا هنا ما ينفعش احط بلاطه خرسانه، لا ده الماشين بتاعت السايلو ديت هتيجي ايه ترتكز على الاوتر بيمز اللي عندنا، وما فيش اي حاجه يعني ما عندناش هنا بقى ولا بلاطه خرسانه ولا حد ينفع يطلع يتمشى، يعني تخيل كده هل عند واحد يجي يعرف يقف في الفراغ ده؟ لا ده فويد. ليه؟ لان السايلو ديت بتبقى زي فتحه عايزين نعديها لتحت علشان لما يجي العربيه تحمل من تحتها يبقى مفيش ايه اي حاجه. فدي عباره عن ايه؟ عباره عن فويد. فاحنا لو جينا كده بصينا على البلان اللي هو رسمه لك ده، اهو تعالى سيبك من الرسمه دي خالص، هي عباره عن ده بلان فيو اللي هو مكتوب ده. جه قال لك دي مساله بلان فيو، عندك اتنين سايلو بالشكل اللي قدامكم ده، متشالين على الاربع اعمده، ده العمود اهو، ده العمود الثاني وده الثالث وده الرابع. الاعمده ديت عاملين ما بينهم مين بيمز اللي هي الكاميرا ديت، وفي كاميرا هنا اهي، وكاميرا من هنا وكاميرا من هنا.
تمام. كل ده ليه؟ علشان تشيل اللي هي الماشين دي، شايفين الماشين دي والسايلو دوت. السايلو دوت بينزل يرتكز، السيستم بتاعه بيرتكز على اربع نقط. ايه هم الاربع نقط؟ ادي الارجل بقى هيجي يتثبت على ديت، وهيتثبت على النقطه دي، وهيتثبت على النقطه دي، والنقطه دي. كل واحد من السايلوز دول هيرتكز على الاربع نقط دي. طيب النقط ديت متشاله على ايه؟ عباره عن سكندري، يعني جبنا كاميرا صغيره كده تتشال على المين بيم من هنا، وتتشال على المين بيم من الناحيه الثانيه. طيب ايه اللي مطلوب مننا في الرسمه دي؟ ان احنا نصمم الكاميرا اللي هي اسمها بي 1، بي 1 اللي هي ما بين التو ما بين تو سايلوز اللي عندنا. نشوف نصممها ونشوف لو عندنا لاترال تورشن باكلينج، ولو عندنا ازاي نصمم ونجيب الاحمال عليها. طيب لو جينا فكرنا في الاحمال، يعني نمسح الشخبطه دي بقى عشان احنا كده فهمنا الرسمه دي عباره عن ايه. عايزين بقى نشوف الاحمال، احنا عايزين نجيب الاحمال على كاميرا بي 1. هل هنا في لايف لود؟ لا مفيش لايف لود. هل هنا في وزن خرسانه وكورجيتد شيت؟ لا ما عندناش. هل هنا الراجل هيبلط؟ لا ده كل دي فتحات، يعني كل دي فويد زي ما انتم شايفين. فالاحمال عندنا بالنسبه الديد، احنا عندنا احمال ديد وعندنا مفروض احمال لايف، لان الديد بتضرب في 1.2، اللايف بتضرب عندنا في 1.6. طيب الديد عندنا هنا بالنسبه لنا هو مين؟ هو اون ويت الستيل ستراكشر. هل في حاجه ثانيه؟ لا ما فيش حاجه ثانيه، ما فيش عندنا ولا فلور ولا عندنا بلاطه خرسانه. طب اللايف؟ اللايف هنا بقى بالنسبه لنا هو وزن لما هو يحمله بقى يحط جواه اسمنت او يحط جواه رمل او يحط جواه اي ماده جواه، هو ده بالنسبه لللايف لود، لان هو حمل يا اما هيتملي يا اما هيتفرغ، يا اما هيتملي هيتفرغ، فده بالنسبه لنا لايف لود. هو مش وزن بني ادمين بس هو وزن حاجه متحركه. الحاجه المتحركه بالنسبه لنا هنا هو الاليمنت المايله اللي جوه السايلو بتاعتها، اللي هو اداها لنا فوق في السؤال قال لك ان الام واحد دي بكام؟ وزن الماشين ديت او الحاجه اللي لما تتملي هتكون 10 طن. يبقى اللايف عندنا بالنسبه لنا هنا هو الوزن اللي هو ايه؟ اللي جوه الماشين بتاعنا دوت. طيب يبقى هي كاميرا في الاخر لما اجي اتعامل معاها هي كاميرا سيمبلي سبورتد، يعني احنا لو جينا طلعنا بقى الكاميرا بتاعتنا بي 1 دي هي سبورتد يمين وسبورتد شمال، فالطول بتاعها اهو ممكن نقول الطول بتاعها دوت اللي هو كام؟ 5 زائد 2 2، يعني كلها 9 متر. تمام؟ هي هتحس باحمال ايه؟ اول حاجه لو هي بنتكلم على الديد لود فهي هتحس بايه؟ اون ويت كامل الطول، نعمل له اسيوم زي ما احنا عارفين في رينج البوينت 1 للبوينت 2.5 ولا حاجه، البوينت 1 ولا حاجه وخلاص ما فيش مشكله. يعني هنا انت هتلاقيه عامل اهو الحل جنبنا، عامل اسيوم ببوينت 1 طن على متر سكوير. طيب ده كده الديد لود. طب اللايف لود؟ لا اللايف لود الكاميرا دي زي ما انتم شايفين هتحس بمين بقى؟ في رياكشن هيجي لها هنا اهو عند النقطه دي، ورياكشن هيجي لها النقطه ديت، يعني هي هتحس بتو رياكشنز كده كونسنتريتد، ده بالنسبه لها البي بتاعت اللايف لود. طب حد يقدر يقول لي البي لايف لود دي احسبها ازاي؟ ما انت لو جيت فكرت فيها، دي ماشين 10 طن، ال 10 طن بترتكز على نقطه هنا، ادي 1 2 3 4، يبقى كل نقطه هتحس بكام؟ 10 على 4 يعني كام؟ 2.5 طن، يعني ايه؟ كل واحده من دول هتحس ب 2.5 طن. طيب ال 2.5 دي بعد كده هتتحلل على الكاميرا دي، بقى عندك كاميرا صغيره كده سيمبلي سبورتد، ده السبورت بتاعها وده السبورت بتاعها، كل 2.5 طن هيروحوا ازاي؟ هيروح نص على السبورت ده ونص على النقطه دي. يبقى بعد كده ال 2.5 دوت لو احنا جينا قسمناه على الاثنين، لان الكاميرا ديت نصها هتروح هنا وهنا، يبقى ال 2.5 طن على الاثنين، يبقى كل جوينت من دي هتحس بكام؟ هنا ده هيرمي 1.25 طن، ومن تحت هيرمي برده كام؟ 1.25 طن. يبقى التوتال، يعني طبعا الماشين اللي تحت هترمي على النقطه دي 1.25 طن، والنقطه دي هترمي 1.25 طن، يبقى التوتال كام؟ يبقى التوتال بتاع عند كل كونسنتريتد من دول قيمته 2.5 طن. ده طبعا ايه؟ وركينج لودز، عشان احوله طبعا لالتيميت نضربه في كام؟ في 1.6، والاون ويت هنضربه في كام؟ في 1.2. يبقى حسابات اللودز حتى بقت سهله، ما فيش بقى اون ويت وجاما اون ويت وفلور كفر ونقعد نضرب في تخانه بلاطه افريج ولا الكلام، لا الموضوع اسهل بكتير. هتلاقوا مساله انت بتشوف وزن الماشين تقسمها على النقط، وبعد كده ايه؟ ترميها على الكاميرا اللي انت ايه المفروض بتصمم عليها. بس اكتر حاجه ما تنسوش ان هي شايله من ناحيتين، فالناس غالبا ساعات بتنسى وتاخد 1.25 بس، لا انت خلي بالك ان الكاميرا اللي تحت دي برضه هتحمل 1.25، فالتوتال هنا كده ايه؟ 2.5 طن. تمام؟ وده اللي عمله. لو جينا بصينا على حسابات اللودز، طبعا حسابات اسهل بكتير، بص هي كلها خلصت في الحته دي. جي قال ايه؟ اسيوم الاون ويت ببوينت 1، والفاكتور بتاعه دوت هنضربه في 1.2 عشان نحوله للالتيميت، اللايف لود ده عشان ده لا هنضرب قيمته في 1.6، وجاب المومنت الماكسيمم في النص، وجاب الشير الماكسيمم اللي هو عند السبورت. تمام؟
تاني حاجة بقى، عشان بعد كده لما تيجي تخش بقى في الديزاين بتاعنا، عايز اسأل نفسي سؤال كده في الاول، هل هي سبورتد ولا ان سبورتد؟ يبقى ده انت محتاج عشان تعرف تمشي ازاي في الديزاين. دي بقى تاني مطلوب بقى، تحسب اللودز، ابدأ فكر هل الكاميرا بتاعتي ديت هل هي لاترالي سبورتد ولا تنطبق على الدرس بتاع النهارده بقى اللي هو الان سبورت. تعالوا كده نشوف. طيب احنا مش احنا لما نرسم المومنت، المومنت بتاع الشكل ده هيطلع كده، هو ايه يا عم ارسم كده اهو، هيطلع تقريبا بالشكل ده. طبعا المومنت ده معناه ايه؟ ان التنشن فوق والكمبريشن مين؟ هو الفوق. يبقى انت هتيجي تتخيل الكاميرا بتاعتك اللي هي بي 1 ديت هي عباره عن مين؟ اي سيكشن كده. احنا عايزين ندور على مين؟ على الكمبريشن. الكمبريشن طلع في الرسمه بتاعتنا فوق. طب هل انتوا شايفين ان في اي حاجه دلوقتي ماسكه الكمبريشن فلانج؟ يعني احنا لو جينا بصينا كده ده بقى فويد، احنا لسه قايلين من شويه ده فتحه ودي فويد عندنا من تحت. يبقى كده عندنا الكاميرا بتاعتنا مفيش حاجه ماسكاها. بس هتيجي تقول لي يا باشمهندس خلي بالك ده في ممبر داخل عليها، شايفين الممبر ده والممبر دوت والممبر ده والممبر ده، دول ماسكين النقطه ديت. فالنقطه ديت ايه؟ صعب تخرج لبره. ما هو الباكلينج ان الكاميرا بتاعتك تخرج ايه، تحصل لها باكلينج بالشكل ده. لا طبعا القمر اللي هو المايل ده هيخلي الطول بتاعك ايه، يا اما ينحصر ما بين دي ودي، يا اما دي ودي، يا اما دي ودي. يبقى انت هتيجي كده تقول لي يا باشمهندس اول حاجه الكاميرا ديت هي unsupported، laterally unsupported، لان فيها طول هيحصل اهو في باكلينج. تاني حاجه الطول ال ال بي بالنسبه لي مين هنا عندنا؟ يا اما تاخده 2 متر يا 5 متر. طبعا الكريتيكال ناخد مين؟ ناخد الطول الكبير اللي هو عندنا هنا يعني 500 ايه سنتي. يبقى انت عرفت ان البيم بتاعتك دي تاني معلومه عجبناها منها دلوقتي بعد ما حسبنا اللودز، ان هي ان سبورتد بيم، والطول اللي هيحصل فيه لاترال تورشن باكلينج هو الطول الاكبر اللي هو ظهر عندنا هنا ايه 5 متر. طيب عايز اعمل شويس اوف سيكشن، هاجي اقول لك اعمل شويس اوف سيكشن زي ما قلناها الاسبوع اللي فات. قول الاس اكس بتاعتك بتساوي مين؟ بتساوي المومنت اللي انت لسه جايبه، بس ما تنساش تضربه في 100 على 5 اف فيلد. كنا الاسبوع اللي فات بنضرب في الايه 1.15، فاكرينه ده؟ لا ما تعملوش بقى الاسبوع دوت. ليه؟ لان احنا عارفين ان القطاع بتاعنا unsupported، فهو عمره ما هيوصل للزد اكس، فحتى نعملها زي فاكتور اوف سيفتي ما حدش يضرب في الايه ال 1.15 ده. لا يبقى فاي على اف فيلد، الفاي عادي خدها ب 0.85، الاف فيلد اوريدي معاك، تقدر تطلع الاس اكس تخش من التيبلز وتجيب اقرب اس اكس ايه تحقق ده. طلعت معاه مثلا هنا اي بي اي 300 تمام. بعد كده طبعا تشيك كومباكتنس زي ما قلناها الاسبوع اللي فات، ما فيهاش فرق، تشيك على اول حاجه على الفلانج وبعد كده تشيك على الويب، فدي زي ما احنا قلناها ما فيهاش اي فرق عن الاسبوع اللي فات. هنا بعد كده ايه جتب بقى المعلومه اللي احنا استنتجناها من شويه، ان الطول الان سبورتد كام؟ 500 سنتي. طيب يمكن في المحاضره الدكتور قال لكم في تشارت، يعني انا هحاول، انا فاتح المحاضره كنت بنزلها لما قلت لكم استنوا شويه، ممكن في الامتحان الدكتور يديكم التشارتات ديت اللي انا هوريها لكم دي دلوقتي اهي، ودي تبقى اسهل بكتير. يعني لو اديها لكم يبقى الدكتور كده ايه وفر عليكم حسابات كتير. ايه هي التشارت ديت؟ التشارت ديت هي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، ان هو انت عندك تحت هنا طول اسمه unsupported lens، وعندك هنا في الجنب ده الام نومينال بتاعنا. طيب لو الدكتور ادانا التشارت دي في الامتحان فده انت كده وفر عليك حسابات كتير. هتيجي تقول ايه؟ احنا عندنا مثلا الكاميرا بتاعتنا كانت اي بي 300، للاسف هنا في التشارت ديت اهو لا الدكتور عامل ال 300، عامل ال 300 هنا. هتيجي تخش في التشارت اللي فيها الاي بي 300 وباللينس اللي هو ال 500 وتطلع ايه تخبط كده تمشي ماشي 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 لحد ما تخبط في الخط بتاعك ده. الخط بتاعك دوت هو دوت الايه الالاوبل بقى، وتمشي افقي تقوم حاسب الايه الام نومينال اللي هي تقريبا الام نومينال كده بالعين هتطلع كام مثلا 11 طن او 11 متر طن او 11 ايه الرقم ده. فطبعا لو الدكتور اداك التشارت ده فهو كده وفر عليك حسابات الكلام ده. طيب لو ما ادهنلاش لا هتضطر انت تحسب الكلام ده، بس هو ممكن يكون في المحاضره اتفق معاك، فالناس اللي حضرت المحاضره اكيد بقى عارف الدكتور قال لكم هديها لكم ولا لا، فانا ما اقدرش اتاكد من المعلومه دي بقى، دي صعبه تمام. بس هو في قبل كده كان بيديها لهم في الامتحان نديهم التشارت دي، وانت دورك بس تخش بالطول ال ال بي وتخبط في البيم بتاعتك وتجيب انت الايه الام نومينال. بس في معلومه مهمه جدا بقى، لو احنا جينا بصينا فوق هنا الدكتور كاتب لكم شويه معلومات، قال لكم خلي بالكم ان التشارت دي مرسومه لاول حاجه الستيل 37، يعني ما ينفعش طبعا تخش بستيل تاني في المساله دي، لان لو ستيل تاني هتلاقي التشارت دي اختلفت مكانها. تاني حاجه وهي اهم حاجه بالنسبه لي حاجه اسمها السي بي، السي بي بيساوي واحد. يعني ايه؟ يعني اي معادله من دول، يعني انت لو دخلت هنا وبتاع يبقى لازم الكيس بتاعتك ان السي بي بواحد. طب افرض السي بي اكبر من واحد، لا خلي بالك قال لك ايه وانت بتقارن في الاخر،
اضرب الفاي. طبعا انت دي التشارت ديت بتاعت الام نومينال، اللي احنا ما بنقارنش بالام نومينال، بنقارن بالام ريزيستنس. فقال لك هتضرب الفاي بتاعتك اللي هي 0.85 في الرقم اللي هتطلعه في التشارت في الفاكتور اللي اسمه ايه؟ سي بي بتاعك. وخلي بالك ان الليمت ده كله ما ينفعش يعدي طبعا الليمت اللي هو بتاع الكاميرا بتاعنا اللي هو الام بلاستيك اللي هو 5 في زد اكس في اف فيلد. يعني طبعا السي بي دوت عشان اكبر من واحد، فاحنا خايفين لو الرقم ده كبر جدا منك تعدي ال 5 في زد اكس في الاف فيلد. فلازم تخلي بالك على طول انك تحسب برضه على جنب كده ال 5 في زد اكس في اف فيلد، لو عديته هتاخده بالليمت ده، لو ما عديتهوش هتاخده بالرقم الاقل. تمام؟ يبقى يا ريت ان الدكتور يدينا دي. طب احنا تعالوا هنا بقى، هنا هو هنا مش عامل كده، احنا هنثبت اللي هو الدكتور عامله في المحاضره. تمام؟ هو الدكتور ايه؟ لو ما ادكش الشارت دي فانت المفروض تحدد بقى الكلام ده. هتيجي انت بقى ترسم رسمه لنفسك سكتش كده على جنب، ده السكتش بتاعك بقى. انت للاسف الدكتور مش مديك الشارت ده، عايز تحسب فين ال ال بي بتاعك وعايز تحسب فين ال ال ار. طب معادله ال ال بي هتلاقيها جيفن، يعني دي المعادله دي جيفن في الداتا شيت، انت تعرف تعوض فيها. هي عباره عن ايه؟ 80 في الار واي على روت الاف فيلد. طب ما الار واي دي معانا في الجدول الجذر الاف فيلد عارفين، فطلعت معاك كام هنا؟ 173. تعالوا كده نروح نشوف المحاضره الاي بي 300، لو نزلنا كده عند النقطه دي اللي هي اول حته فعلا قبل ال 200 تقريبا 173، يبقى ده مرسوم ايه؟ مظبوط. طب ال ار، ال ار دي معادله برضو هتبقى جيفن معاك في الامتحان، بس تعرف تعوض فيها. ايه هي الترم اللي فيها؟ 1380 ده رقم اريا فلانج. ايه اريا فلانج؟ جيب البي فلانج بتاعتك واضربها في التي فلانج، دي مش صعب انك تحسبها يعني للقطاع بتاعك. ايه هو الدي؟ الدي دوت هو الدبس بتاع القطاع. يعني ايه؟ لو هو القطاع بتاعك 300 يبقى القطاع بتاعك هنا الدبس بتاعك 30 سم، لو هو 400 يبقى الدي ديت ب 40 سم. ايه هي الاف ال؟ الاف ال ديت برضو حاجه كونستانت، لو هو هوت رولد بتاخدها 75% من قيمه الاف فيلد، لو هو هو بيلت اب سيكشن الرقم ده بيبقى 0.6 الاف فيلد. المفروض كل الكلام ده بيبقى موجود في الفورمولا شيت، فانت بمجرد ايه بتعوض في الكلام ده. يبقى انت كل الحسبه دي تعرف تحسبها. طيب ايه بقى اللي جوه ده؟ فيه ترم اسمه اكس وترم اسمه اف ال. اف ال عرفنا نحسبه. طب ايه هو الاكس؟ لو جينا نزلنا كده بصينا على الاكس، اهو الاكس هو برضو الفورمولا دي هتبقى جيفين في الامتحان. طيب الفورمولا ديت ايه اللي صعب فيها؟ حاجه اسمها الار تي، ده اللي انت محتاج ايه نحسبه. طب الدي احنا عرفناها اللي هو دبس القطاع، الاريا فلانج عرفناها. طب الار تي بتتحسب ازاي؟ الار تي ديت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ريديوس اوف جيريشن بتاعت الفلانج اللي هي الجزء اللي هيحصل ليه لاترال تورشن باكلينج. مين الجزء اللي هيحصل له لاترال تورشن باكلينج؟ اللي هي البي فلانج في التي فلانج بتاعتك، تحسب لها ريديوس اوف جيريشن حوالين الاوت اوف بلان زائد سوتس الاتش ويب. الاتش ويب على 6 في تخانه التي ويب. ده التي سيكشن دوت شايفينه، محتاجين نحسب له حاجه اسمها الار تي. الار تي ديت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الروت، فطبعا انتوا عارفينها الريديوس اوف جيريشن عباره عن الاي على الاريا. هل حد يعرف يحسب؟ موضوع صعب انك تحسب انيرشي على اريا. طبعا الار تي ديت من الحاجات اللي الدكتور بيسيبك تحسبها في الامتحان، لان ديت حاجه ستراكشر مش حاجه ستيل بالنسبه لنا. الانيرشيا بتاعت الشكل ديت عباره عن ايه؟ هي ان انت عندك تتخيل ان في محور كده ماشي في النص، فتقدر تقول ان هي بي فلانج باور 3 في تي فلانج على ال 12 اهي اللي هي الاي تحت اهي حاسبها. طب زائد مين كمان المفروض تاخد الترم ده؟ بس الترم دوت مش مهم تاخده قوي لان الرقم بتاعته كان بي نجلكتد. طبعا لو انت عايز تاخده مين اللي هيبقى باور 3؟ هتبقى التي ويب. فطبعا التي ويب ده رقم صغير جدا، فمهما تعمل له باور كام هيطلع الانيرشيا دوت رقم صغير، فعشان كده بنكتفي بالانيرشيا بتاعت الفلانج بس فوق. طيب الاريا، الاريا سهل، هتاخد تي فلانج بي فلانج زائد سوتس الويب في التي ويب. يبقى الار تي ديت في الاخر تقدر تحسب الفاليو بتاعتها. حسبت الار تي تعرف تحسب الايه؟ الاكس. عرفت تحسب الاكس تحسب مين؟ ال ار ديت. طلعت ال ار بعد الدوشه دي والصداع اللي احنا عملناه ده كله ب 5 3 3. طبعا لو الدكتور اداك تشارت، بص تعالى كده التشارت النقطه ديت شايفينها كده، لو نزلنا كده اهي فعلا اهي انزل انزل طلعت ب 500 فعلا 33. يبقى لو اداك الدكتور التشارت وفر عليك حسابات اللي احنا قاعدين نتكلم عنها، يبقى انت عندك التشارت بتخش بس بالطول ال ال بي. طيب يبقى ديت ايه الفقره الاولانيه. الفقره الثانيه ان انت بقى بتحدد انك انت وقعت في الزون اللي هي ما بين ال بي وال ار، فبتدي تخش تحسب الام نومينال بتاعتك. طيب الام نومينال دي لو جينا بصينا على المعادله بتاعتنا هي كلها نعرف نعوض بيها ام بلاستيك، ده احنا قلناها الاسبوع اللي فات اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن الزد اكس في الاف فيل. طب الزد اكس ديت مش موجوده عندنا في الجدول، فبنقوم ماسحينها شاطبين عليها ونقول ان هي تقريبا 1.15 مثلا او 1.13
الاس اكس، فتقدر تحسب الام بلاستيك، تعرف تحسب الام بلاستيك، تعرف تحسب الاف ال، وتعرف تحسب الاس اكس بتاعتك، تمام؟ طيب ال بي وال بي والحاجات دي كلها احنا لسه اوريدي ايه حاسبينها. ال بي ديت اللي عندنا هنا ب 500، وال بلاستيك اللي احنا لسه حاسبينها من شويه كانت 300 او 100، قصدي كانت 180 تقريبا، وال بي ديت معانا، وال ار ديت اللي لسه حاسبينها 533 اللي هي فوق عندنا اهي. فكل ده تعرف تحسبه. الحاجه الوحيده اللي ناقصانا في السكشن النهارده ازاي احسب مين بقى؟ الفاكتور اللي اسمه سي بي، تمام؟ طيب السي بي دوت ازاي نحسبه؟ السي بي دوت ممكن لو هو ليه شكل ستاندرد في اشكال ستاندرد وفي ارقام معروفه. احنا حتى فتحنا المحاضره بتاع الدكتور ورجعنا كده فوق شويه وجينا بصينا على السي بي، لو انت الشكل بتاعك جوه الاشكال دي ممكن تيجي تعوض على طول بالسي بي، يعني ما تقول هنا لو هو يونيفورم لود تقدر تقول ان هي 1.13، لو هو كونسنتريتد بس في النص تقدر تقول 1.35، لو هو تو كونسنتريتد بالشكل ده. طب لو هو خارج الاشكال دي، وغالبا للاسف اللي بيجي معاك في الامتحان والدكتور اصلا ما بيدكش القيم دي فصعب تحفظها، فبيخليك ساعات انت اللي تحسبها في الامتحان. طيب لو جينا رجعنا كده وعايزين نحسبها هتلاقي في فورمولا، دي الفورمولا اللي انت ايه هيديها لك جيفن عشان تحسب منها. طب ايه الفورمولا؟ انا مش فاهم ايه 12.5 ام ماكسيمم على 3 ام 1 في 4 ام 2 في 3 ام، ايه الحاجه الغريبه دي؟ انت تحس ان هي صعبه، بس تعالوا كده نبص عليها بالراحه. انا هرسم لك الكاميرا بس بسكيل اكبر، ادي الكاميرا هسه السمبل بيم، والاحمال بتاعتنا هنا كان في كونسنتريتد كده، كان في كونسنتريتد هنا اللي هم بتوع التو ماشين، والباقي كان في عندنا ايه يونيفورم لود. اول خطوه عندك انك ترسم الرسمه ديت وترسم المومنت بتاعها. طب المومنت بتاعها هيبقى شكله ايه؟ يعني انت طبعا هتحسب عند مثلا نقطه هنا عشان تجيب القيمه، واحسب نقطه هنا مثلا، واحسب نقطه هنا، بحيث انك تعرف توصل ما بين النقط دي. طبعا للاسف عشان في يونيفورم لود فتقريبا الخط دوت ما ينفعش نوصله خط لينير، لا هو خط فيه بارابولا، عشان طبعا اليونيفورم لود احنا عارفين ان هو بيعمل الدبليو ال سكوير على 8 في عمر لما يطلع ان هو خط، ما حدش يجي يعني يوصله بمعنى صح كده. طبعا انا مش عارف اصلا اوصل خط، يعني ما حدش يجي يقول كده، ان شاء الله يشتغل كده يعملها ايه يعني. احنا انا مش هعملها بالشكل ده، طبعا انا هعملها كيرفيتشر لان احنا عارفين ان هو مش هينفع يبقى خط. طيب بعد كده اول خطوه بقى عشان تحسب السي بي لازم تحدد الطول اللي هو هيحصل فيه لاترال تورشن باكل. احنا لسه حددينه شويه، قلنا ان هو كام؟ ال 5 متر. ال 5 متر دوت اللي هو كان ما بين فين وفين؟ كان ما بين الخطين بتوع دوت، كان هنا في كاميرا كده في 3 دي وفي كاميرا عند ده. يبقى اول حاجه يبقى انا دلوقتي لما اجي ادرس يبقى انا كده عرفت ان ده الجزء اللي هدرسه، الجزء اللي ما بين الكونسنتريتد ده والجزء الكونسنتريتد، حتى انت تتاكد ان الطول اللي ما بين الحته دي ودي هو الطول اللي احنا مطلعينه اللي هو كان عندنا كام؟ 5 متر. يبقى اول حاجه هتحدد الطول اللي انت هتدرسه، الطول اللي هتدرسه ده هو الطول ال ال بي اللي انت كاتبه في المساله. يبقى هنا احنا كان عندنا 5 متر، جينا حددنا الاند ليميتس بتوع من الاوت الستارت والاند. تاني حاجه ما بين الخط ده والخط ده قسم عندك الجزئيه دي لاربع ارباع متساويين، يعني ايه؟ يعني شوف الرقم ده 5 متر، يعني 5 على 4 يعني كام؟ فيها تقريبا متر وربع، يعني عند متر وربع تعالى اعمل القيمه، عند متر و 2 متر ونص وبعد كده 3.75 اعمل 3 ايه؟ سلايسز بالشكل ده، بحيث ان انا الاقيها متقسمه اربع حتت، الجزئيه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي ال 5 متر دي. طيب كل قيمه من دول سمي اول واحد دوت تقابله، ده ام 1، ده هتسميه ام 2، ده ام 3. يبقى انت دلوقتي عشان تعوض في المعادله السي بي ديت 12 ام ماكسيمم، ام ماكسيمم ده الاكبر مومنت عندك في الكاميرا اللي هو طبعا هيبقى مين؟ اللي هو المومنت اللي في النص ده، فده سهل نعوض فيه. طيب ام 1، ام 1 هو دوت، وام 2 هو ده، ام 3 هو ده اللي هو اول ربع وثاني ربع وثالث ربع اللي هو اول ربع ونص وثالث ارباع. يعني 1 ده هتيجي تشوف من الرسمه عندك بقى انت هتكون حاسب احسب المومنت عنده كام، و2 اللي هو هنا بالصدفه 2 هو هو مين بقى عندنا اللي هو هو ام ماكسيمم، و3 وبعد كده اخر ترم ده 2.5 ام ماكسيمم، فخلاص تعرف تحسب الكلام ده. خلي بالك ان هتطلع الرقم ده في فاليو، الرقم ده طلع من الحسابات ده بكام؟ بواحد، تمام؟ يبقى احنا هنا السي بي دوت عمره ما هيقل عن واحد وعمره ما هيزيد عن تقريبا 2.7 او حاجه كده يعني، تمام؟ فانت بتبقى بتحسب الرقم بتاعه هتلاقيك في الرينج اللي ما بين الرقمين دول، تمام؟
طلع معاد الحسبه دي ووجع الدماغ ده كله، السي بي طلع بكام؟ بواحد. يعني انت تقدر كده في الرسمه بتاعتك، لا يعني انت لو الدكتور اداك التشارت ديت في الامتحان، يبقى انت بس محتاج تحسب السي بي، هتيجي تحسب السي بي طلعت بواحد، يبقى انت كده هتروح تخش في التشارت هتقول ده انا كده دكتور محقق الليمتس بتاعت التشارت، اخش بالاي بي 300 اهي والسي بي عندي بواحد، يبقى انا اخش بالطول ال 500 اللي كان عندنا، يبقى اخبط في الخط ده اجيب القيمه ديت، القيمه ديت هي الام نومينال. طب عشان اقارنها بالام التيميت اللي احنا حاسبينه في اول مساله، ما انساش اضرب ايه، بيقول لك لو هي السي بي بواحد الام ار بتاعتك هي 5 الام نومينال دي على طول، يبقى نقدر نقول ايه الام نومينال هنا اهو، قعد بقى يحسبها هو وتعب دماغه، وفي الاخر طلع بكام؟ ب 11، يعني الرقم ده يوازي كام؟ 11.016 متر طن. فعلا اهو لو احنا بصينا على الرسمه ومشيت كده بعينك افقي عند لما تخبط في ال 500، هتلاقي تقريبا انت بعد ال 10 وقبل ال 11، يعني تقريبا لا يعني هي ايه، نتكلم فعلا انها تطلع في الرينج اللي هي طالعه دي اللي هي 11 يا اما 10 ونص والكلام ده. فواضح فعلا ان التشارت دوت لو اداهولك هيبقى وفر عليك، يبقى انت بس محتاج تحسب ايه؟ تحدد الطول ال بي، وتاني حاجه محتاج تحسب السي بي، يبقى انت لو حسبت ال بي والسي بي تقدر تخش في اي تشارت بقى، سواء بقى جاب لك القطاع اتش اي بي، جاب لك القطاع اي قطاع، هتلاقي الدكتور عامل لك كذا ايه؟ رسم دول القطاعات اللي انت تمام، تقدر تيجي هنا تقول بعد كده ايه 5 في الام نومينال اللي جبناها ديت، وتقارنها تطلع من ام التيميت اللي هي تقريبا فوق كان برقم اصغر من كده، كان كام الام التيميت انا مش فاكر صراحه. لو طلعنا كده طلعنا كانت ب 9.2، بعد ما ضرب ال 11 ديت في البوينت 85 طلعت بكام؟ طلعت ب 9 وشويه، فطلعت في الاخر برضو ايه؟ سيف، طلعت 9.3، وده طلع يعني بص طلع سيف ايه؟ ده سيف وايكونوميك كمان، يعني هتطلع الانتر اكشن بتاعتك اعلى من 85%. طيب بالنسبه للتشيك شير وبالنسبه للديفليكشن، هم بقى الديفليك الشير بتخش في الليمت، تشوف انت وقعت في انهي ليمت في الاول، وعلى اساس زي ما احنا اتفقنا ان كلكم هتقعوا في الليمت اللي هي ديت على طول يعني، بس انت المفروض تثبت للدكتور انك وقعت فيها يعني عشان تقول ان هي 0.6 اف فيلد اريا ويب. اريا ويب هي عباره عن ايه؟ 30 في 0.71. خلي بالك محدش يخش هيلاقي في التيبلز، يعني دي نقطه مهمه جدا الناس بتعملها في الامتحان، في خانه في الجدول اللي معاك التيبلز اللي معاك اسمها اريا ويب. الاريا ويب ديت لا مالكش دعوه بيها خالص، دي مش احنا مش ديت اللي هتعوض بيها هنا، لا اريا ويب بالنسبه لنا هي الفول ديبس بتاع القطاع اللي هو مين؟ اللي هو اي بي 300، هتبقى ال 30 في التخانه بتاعت الويب بتاعتك. فمحدش ايه يشتغل بالاريا ويب الموجوده في الستيل تيبلز، هيطلع دي حاجه تانيه خالص، ما ايه ما تشتغلش بيها عشان ما تطلعش ارقام مختلفه عن الموديل انسر اللي بيبقى موجود. طيب الديفليكشن، الديفليكشن زي ما احنا قلنا طبعا بيتعمل لمين؟ لللايف لود اونلي، فخد بص فاكرين بقى خد ال 2 ونص قبل ما نضربها في ال 1.6 اللي احنا كنا حسبناها في الاول، وطبعا انت بقى شوف انت اشطر شاطر في انهي طريقه، هل تعملها بالكونجك بيم بالفيرشوال، هل حافظ معادله امبيريكال للكلام ده، شوف انت الطريقه المناسبه ليك وشيك بيها الديفليكشن للكاميرا بالشكل ده. هنا هو عملها بطريقه الكونجك بيم، فممكن تضطر ايه ترجع كده تشوف ملازم الكونجك بيم بتاعتك وتراجع الجزئيه ديت علشان لما تحتاجها تعرف تعوض بيها، تمام؟ لان هي غالبا لو هي يونيفورم لود هي اسهل حاجه، للاسف لو جت بالشكل ده هتبقى صعب انك تحفظ معادله زي ما حفظنا لليونيفورم لود اللي هي 5 على 3 8 4، تمام؟ فدي كانت مساله، المساله ديت زي ما انتم شايفين فيها كان لاترال توشن باكلينج، الفكره كلها ان احنا نحسب الام نومينال، الام نومينال ديت هتتجاب من التشارت ده، والله الدكتور اداك التشارت ده جيفن في الامتحان، فانت دورك الوحيد تحسب السي بي وتحسب الطول اللي هو اللي اسمه ايه؟ ال بي بتاعك، عرفت تحسبهم خلاص يبقى تعرف تخش في التشارت وتتعامل معاه. قال لك ما جابلكش التشارت برضو الموضوع مش صعب زي ما احنا شفنا، هي كلها معادلات جيفن، انت المهم تعرف تعوض ايه فيها، تمام؟